في الغردقة، لأن احنا كنا نقلنا على مؤتمر صحفي خاص بجماعات كردية سورية لإعلان نظام الحكم الفيدرالي في البلاد، وبعدها دخلنا بالتقرير المتعلق باسترداد أراضي الدولة المنهوبة. نرحب بضيفنا الكريم المهندس نبيل عباس، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة سابقا، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ونائب وزير الإسكان سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. قبل الهواء كنا بنتكلم على يعني إيه أصلا أراضي منهوبة؟ أراضي منهوبة تغيير استخدام ولا وضع يد ولا ايه؟ الاراضي بتاعت الدوله دي خاصه بجميع فئات الشعب. الدوله في الاول ما كانش فيه اهتمام كبير جدا ان انا احط خريطه بتوضح اهميه واستخدامات هذه الاراضي. الاراضي اللي موجوده عندنا دي بالكامل، في اراضي منها بتبقى صلاحيتها للزراعة أكبر، وفي أراضي بتبقى صلاحيتها للصناعة أكبر، وهكذا بيتم تغييرها، بيتم تحديد استخدامات هذه الأراضي. لم توجد منظومة كاملة لحماية هذه الأراضي قبل إنشاء جهاز المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اللي أنشأ بالقرار 153 و154 لسنة 2001، واللي اتفعل تقريبا لسنة 2004 2005. في هذا قبل هذا التوقيت كانت هناك سياسات خاطئة لبعض الأشخاص أو لشريحة من الأفراد المجتمع، وضع يد على الأراضي بغرض استخدامها في أي أشياء أخرى. ووضع اليد في حد ذاته ده مجرم، لأن أنا كده أنا بدي واحد حق لحد تاني وبياخدوا هذه الأرض وهو ما بيعرفش أن الأرض دي طبيعة استخدامها بتبقى إزاي. حد مثلا صغير، لما في أرض زراعية أن أنا أخدها النهاردة وأحولها لإسكان أو لسياحة وخلافه، يبقى أنا بالتالي أثرت على الثروة الزراعية اللي موجودة بتاعتنا، وأثرت على الثروة المائية اللي موجودة بتاعتنا. طيب لما أنا أثرت على الثروة الزراعية أو على الثروة الزراعية اللي موجودة، بس نوضح يا باشمهندس إن إحنا دلوقتي بنتكلم على أراضي هي ما كانتش زراعية لكن المفروض إنها تبقى زراعية، وتم أخذها وعمل مشروعات سياحية بدل ما تبقى أراضي زراعية. إذا فيها مية زي ما حضرتك بتتكلم عليها، إذا هي صالحة للزراعة وكان ممكن إن هي توفر علينا حاجات كتير. الأراضي دي زي ما قلت لحضرتك قبل كده ما كانتش في خريطة بتوضح استخدامات هذه الأراضي الفعلية إيه. بعد إنشاء المركز وقيام المركز بتفعيل آلياته بالتعاون مع هندسة القاهرة، وعملنا منظومات كتيرة فيها بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، قدرنا ننشئ حاجة اسمها خريطة الإلكترونية اللي هي بتقدر تحدد لي جميع خصائص الارض بالتعاون مع جميع المراكز البحثيه. يعني المركز بيقوم بالتعاون بجميع المراكز البحثيه وبيقول الارض الفلانيه صالحه للزراعه، الارض الفلانيه صالحه لكذا، وبنحدد جهات الولايه بتاعتها. قبل كده كانت الخريطه دي مش موجوده غير في القوات المسلحه، كانت موجوده في القوات المسلحه برضه يعني على يعني لابد ان انا ابرز الدور الهام اللي قامت به القوات المسلحه لحمايه هذه الاراضي، ورغم التعديات اللي احنا شايفينها دي لو لم تكن القوات المسلحه تصدت لحاجات كتيره جدا من هذه الاراضي ووضعتها في تحت حراستها، احنا كان الخطا افدح واكبر. فما كانش في حد بيعرف الاستخدام. ايوه حضرتك، بس حضرتك بتقول الخطا كان هيبقى افتح واكبر، واحنا بنتكلم على 16 مليون فدان مش كده ولا؟ حضرتك بتتكلم على 16 مليون فدان، بتتكلم على دوله مليون كيلومتر مربع. واخد بال حضرتك؟ فالاكثر في اراضي اكتر من كده بكتير، كانت التعديات هتبقى اكتر من كتير لولا ان القوات المسلحه تصدت لهذه الظاهره من قبل ان ينشا المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي طيب. الدوله. نقف عند التصدي لهذه الظاهره، وان احنا دلوقتي كمان في اطار ان احنا عايزين نستعيد الاراضي دي سواء عن طريق تغيير الاستخدام او عن طريق وضع اليد، لكن اساسا حضرتك ومشاهدينا الكرام نخرج لفاصل سريع ونرجع بعد كده نستكمل هذا الحديث. الأراضي دي حاطين عليها اللي واضعين عليها يدهم دول أقوياء، الدولة مش هتقدر ترجع الأراضي دي، مش لأن الدولة مش بالقوة إنها تقدر ترجع المنهوب، كانت رجعت كل المنهوب زمان. المفروض إن الدولة كلها القدرة على استرداد الأراضي وعلى وضع يدها على كل أجزاء في الدولة، إنما لما يكون في رجال أعمال ليهم السلطة وليهم السيطرة ده معناه دمار للبلد، دمار للشعب اللي بيعاني واللي عنده مشاكل اقتصادية قوية جدا مش قادر يحلها. لما الدولة ما تقدرش تحل مين اللي هيقدر يحل؟ احنا اللي هنحل؟ احنا مفيش في ايدينا اي نفوذ. الدولة لازم تكون لها القدرة على انها تحط ايديها بالكامل
اذا ما كانتش الدوله ليها قدره على كده يبقى ده فشل في الدوله. تعدي الناس على اراضي الدوله كويس، دي ظاهره اساسا من زمان قوي كويس. فاللي بي يعني في مثلا ناس بتبني ابراج بتاخدها استثمارات بتبيع كده، فهي بيرجعها سن سن. لو في اذا وحكومه وكده تقدر طبعا الدوله تسترد الاراضي وممكن تدعمهم في مشاريع او بحق انتفاع. تستطيع استرداد هذه الاراضي الا بالتصالح مع رجال الاعمال، ويعني واعتقد يعني ان ممكن يدفعوا فرق السعر او ان هو يحصل عمليه تصالح زي اللي حصل مع حسين سالم. اراء مختلفه، يعني في اللي قالت اللي وضعين يدهم على الاراضي دول اقوياء والدوله مش هتقدر تعمل لهم حاجه. في واحد تاني قال لا، ما هي الدوله لازم هي اللي تحلها، امال مين اللي تحلها؟ احنا بقى اللي المفروض هنحلها ولا ايه؟ واحد قال دي ظاهره من زمان، واخر واحد قال هي شكلها كده هتخلص على تصالح. لا انا هقول لحضرتك على حاجه، ما فيش حاجه اسمها شكلها كده ولا حاجه. انا هقول لحضرتك بس بسرعه كده في عجاله في دقيقتين، يعني الاراضي قبل كده كانت على حاجه اسمها خرائط ورقيه على قديمه قبل سنه 2008. الخرائط الورقيه دي كانت كل جهه ولايه عندها خريطه ورقيه بتحدد الاراضي بتاعتها اللي موجوده دي اللي هنا واللي هنا وهنا. فالخريطه الورقيه دي كان فيها تداخل فين الولايات، يعني ممكن مثلا وزاره الكهرباء مثلا بتحدد اراضي في الحته الفلانيه والحته الفلانيه، وتلاقي وزاره اخرى زي وزاره الاسكان مثلا محطه تافع عن نفس هذه الاماكن. فلما انشئ المركز وانيط به ان هو يخلص هذه المخططات ويعمل هذا ويفض هذه الحوارات اللي موجوده بالكامل في التدخلات اللي موجوده دي، المركز قام بدور على اكمل وجه وحدث نفسه وابتدى يعمل هذا. ظهر هنا اوضاع اليد، ظهرت جليه واضحه موجوده فين ونستطيع ان احنا نحددها. النهارده اي حد وضع يده نستطيع ان احنا نحاسبه، ما ينفعش ان احنا ازاي. بس في حاجه نقطه مهمه جدا حضرتك قلتها، ان اصلا كانت كل وزاره ممكن تبقى هي مسؤوله عن الارض دي، وكل وزاره شايفه ان هي ليها استخدام غير الاستخدام الاخر غير الوزارة الأخرى. إذن اللي هيستخدم الأرض مثلا الزراعية بأن هو يعمل فيها منشأة سكنية أمر وارد تكون وزارة الإسكان كمان كانت مسؤولة عنها، يبقى أنا غلطتي مزبوط. فين؟ طيب كلام مظبوط يا فندم. المركز الأراضي كان حدد حاجة اسمها الخريطة الاستراتيجية للدولة، خريطة التخطيط لاستخدامات لأراضي الدولة بالكامل. ده بالاتفاق مع جميع الوزارات ومع جميع الجهات البحثية اللي في الدولة، يعني مش المركز لوحده. والمركز حطها في القالب التنفيذي بالكامل ووزعها على كل وكل وزارة خدت الخريطة بتاعتها بما يخصها. التعديات اللي بتقوم وخاصة احنا مش هاخد الاسكان، احنا التعديات الصارخة دايما في الزراعة، يعني هنلاقي الزراعة التعديات الكبيرة. خلينا بس ناخد نموذج واحد بس من الزراعة، وبرضه هاخد نموذج من الاسكان عشان اوضح لحضرتك. يعني لو خدت نموذج من الزراعة مثلا، هناخد مثلا زي طريق مصر اسكندرية او القاهرة اسكندرية الصحراوي. قاهرة اسكندرية الصحراوي ده وادي اسمه وادي الفارغ، ده وادي مية وكان معترف بيه، ووزارة الري قالت ان المية اللي موجودة هناك دي صالحة للزراعة، ووزارة الزراعة محددة برضه ان الأراضي صالحة للزراعة. ووزارة الزراعة ادت للناس اللي حط ايديها على هذه الاراضي عقود ابتدائية على انها تزرع وخلافه، وبعد كده هو راحوا ما زرعوش وعملوا اسكان. القصة بقى مش موضوع ان هو غير استخدام بس، لا ده القصة ان هو دمر اقتصاد دولة. ازاي دمر اقتصاد دولة؟ هذه الارض كانت معدة اساسا ان انا استخدمها في نشاط زراعي بيحد من الفجوة الغذائية الموجودة عندي في الدولة. فالنهاردة انا بضطر ان انا استورد، لان انت النهاردة استخدمت الارض استخدام اخر. نمره 2، المياه الجوفيه اللي كانت موجوده هنا اللي كانت هتساعدني في الزراعه لسنين عديده جايه، واخد بالك، انت النهارده منسوب المياه الجوفيه في هذا الحوض الفارغ قل جدا جدا وبيهدد بالملوحه. معنى كده ان مطلوب مني ان انا كدوله ان انا اضخ مياه جديده موجوده في هذا الخزان عشان اعوض نسبه الملوحه دي، عشان اقدر الاراضي اللي باقيه لو انا عايز ازرعها اقدر ازرعها، او الارض نفسها ما يحصلش فيها هبوط. يعني بورت الارض باختصار، الارض بقت بايره. طيب ما دام الارض بقت بايره انا هستردها دلوقتي، اعوض ده ازاي؟ فالنهارده المفروض انا ما بحاسبش بقى النهارده على تغيير الاستخدام، يعني ما اقولوش بقى النهارده انت كنت واخد المتر مثلا ب 50 قرش ولا ب 5 جنيه ولا بجنيه وان هو انت بعته كذا، لا ده لازم احاسبه كمان على اللي ضرني. انا النهارده بدفع عمله صعبه عشان استورد زراعه المفروض كنت ازرعها في الارض دي، ما بتزرعش. ده بالنسبه لمجال الزراعه. فالنهارده قوانين لابد ان يكون قوانين حاده وصارمه وبتقول ان انا استرد ازاي. انا اخد العقود اللي موجوده عندي عقود زراعه، الفرق ما بين الزراعه قد ايه، اضريت الدوله في النسبة الزراعية دي قد إيه، وفي النسبة المائية قد إيه، وهو يدفع هذا الفرق. مين بقى اللي هيدفع الفرق؟ يعني طريق مصر اسكندرية
الصحراوي ده المفروض حضرتك بتقول ان الشريط الجانبي بقى من الناحيتين المفروض انها كانت تبقى اراضي زراعيه برضه مش كده؟ مصنفه كده. ودي كلها بقت دلوقتي كومباوندز كبرى دلوقتي، بقت مناطق سكنيه كبيره جدا. انا كساكن اللي المفروض اعوض ولا المسؤول الرئيسي؟ لا بالتاكيد المسؤول في التعاقد اللي تعاقد معايا. اللي تعاقد مع الدوله واللي اقام هذا الصرع هذه المخالفات الموجوده دي لابد انه يحاسب، ولابد ان يحاسب بجانبه من سمح له بذلك. هذه المخالفات ما تمتش في ظرف ساعة أو اتنين أو تلاتة أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، على مدار سنين عديدة. فين أجهزة الدولة اللي سمحت بهذا الكلام؟ لابد أن تحاسب الناس اللي سمحوا بهذا الموضوع، لابد أن يحاسبوا. أنا مش هسيب الجريمة لغاية ما أكتمل أركانها بالكامل وأرجع أقول أنا هحاسب بقى اللي قام بالجريمة، بس لا، مين اللي سمح له إنه يعمل الجريمة؟ هو لازم يحاسب. اللي سمح له واللي قام بالجريمة، إحنا مش بنتكلم على حاجة حصلت إمبارح ولا أول إمبارح، إحنا بنتكلم على حاجة حصلت بقى لها سنين. فأي واحد هيجي يقول لحضرتك إيه، طب إشمعنى دلوقتي بقى يعني صحينا وقلنا ده إحنا عايزين إن إحنا نرد كل حاجة راحت؟ إيه اللي جد علينا؟ وبعدين إيه ذنب اللي خلاص يعني أنا دلوقتي كنت موجود في المكان ده وبعت اللي جنبي واللي جنبي اشترى مني؟ العملية تاهت. ما عدناش عارفين ناخد من مين ونعوض كام وفين. وبعدين هل التعويض المادي يعوض ان الاراضي دي كانت ممكن تبقى اراضي زراعيه لسنوات قادمه للاحفاد كمان؟ هل ده التعويض اللي احنا هناخده؟ انا كنت قاعد مع احد القانونيين وكنت بكلمه دور القانون في حمايه هذه الاوضاع دي ايه. للاسف الشديد احنا عندنا تشابك في مجموعه قوانين غير عاديه، قوانين ممكن تجرب وقوانين ضد هذا التجريم. لابد ان احنا في هذه الفترة اللي موجودة دي لابد ان احنا ننقي هذه القوانين عشان نعرف نحاسب الناس ازاي. بقول لحضرتك مقولة يعني انا قلتها من فترات طويلة وكنت بقولها في بعض المحاضرات اللي كنت بأدعى اليها. انا قلت له ان احنا قاعدين من 76 لسنة 2006 واحنا في فساد ادارة، ومن 2006 وحتى الان واحنا في ادارة الفساد. ما حول فساد الادارة لادارة الفساد؟ التشريع، القوانين. لابد ان هذه التشريعات وهذه القوانين لابد انها تنقى تماما وانها تراعي مصالح الدوله الحقيقيه وما يكونش فيه اهواء. كفانا الفتره السابقه بالكامل، كفانا كده. احنا النهارده احنا شايفين المؤسسه الرئاسيه وهي عماله بتروح هنا وهنا 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 عشان تجيب كل الاستثمارات اللي موجوده النهارده في الدوله. في دوله لغايه دلوقتي ما حطتش تشريع واحد من غير ما ينتقد او قانون واحد من غير ما ينتقد على جريمه بترتكب زي جريمه تغيير استخدام الاراضي. تغيير استخدام حضرتك ده مش اراضي زراعيه بس، يعني انا هقول لحضرتك على العموم بقى، يعني قد يكون مش حوار الجلسه لكن هحاولها بسرعه في عجاله كده. تغيير الاستخدام ده مش هنتقد الاراضي الزراعيه بس، العشوائيات اللي حضرتك شايفاها على حدود المحافظات واللي مسببنا الاختناق المروري والاختناق البيئي والمعامله الصحيه والمعاملات الامنيه وازمات في الميه وازمات في الكهرباء، ازمات في كل الخدمات. كل هذه الاراضي اساسا ما كانتش مخصصه لكده. التخطيط اللي كان موجود للقاهره الكبرى كان متخطط على مجال معين او على ليفل معين، وهذا الكلام دي زادت. الناس فين؟ يعني هي مش قصه حضرتك بس الناس خيرت بس كده. طيب ما هي بما ان احنا بنتكلم على ان يعني حتى العشوائيات يعني دي موجوده في اراضي كانت المفروض تبقى زراعيه، معنى كده ان ممكن الحكومه تروح للي ساكنين في العشوائيات تقول لهم هاتوا تعويض؟ لا يا فندم ما اقصدش. ده الموضوع اصلا مش ناقص يعني. يا فندم انا بصي انا قلت لحضرتك في الاول خالص يا فندم احنا بنفتقد لحاجتين. احنا كدوله احنا بنفتقد لمنهج وقانون يحميه. المنهج ده وهو اسلوب ازاي يخصص الاراضي واسلوب ازاي المواطن يتبع واسلوب كذا. ده حضرتك النهارده لو مواطن حب يتبع الاجراء القانوني وراح لجهه الولايه زي الزراعه مثلا او زي الصناعه ولا خلافه يقول لهم انا عايز حته ارض عشان ازرع فيها كذا كذا، يقول لك ما فيش. ويجي له موظف صغير من حته ثانيه من تحت يبص يقول له روح حط ايدك على حته وقنن وضعك واعمل. يعني انا النهارده انا بكافئ المجرم وبعاقب بان انا هتصالح معاه وبعاقب اللي رايح من طريق قانوني صحيح وعايز يشتغل مظبوط. ده السبب ان احنا بنتاخر. لابد من سرعه التشريعات التي تحمي ثرواتنا. الارض دي مش ارض بس، الارض دي جوه بطنها الثروات بتاعتنا، الميه والتعدين وال 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 والمواد البنائيه والمواد البتروليه، كل ده موجوده في بطن الارض عندنا. اذا كنا عايزين نحافظ عليها لابد ان احنا نسارع في هذه التشريعات، ولابد ان احنا نسارع ونحاسب الناس جيدا. ولما احاسب حد انا ما بحاسبوش على تغيير الاستخدام واضرار الاقتصاد بايه. ايهما ارحم، تغيير الاستخدام ولا وضع اليد؟ وضع اليد
في رأيي الشخصي سرقة. طيب واختبال حضرتك، والقانون بيحاسب وضع اليد بأي الأشكال؟ بيقنن له. طيب سبع تقنين وضع اليد واختبال حضرتك. تغيير الاستخدام، تغيير الاستخدام أخطاء متراكبة من الأجهزة الحكومية، إن أنا أسمح لحد أنه يغير الاستخدام. طيب وضع اليد بعض الناس بتعتبره ان ده يعني معلش كون ان انا اتصالح معاه دي مش مشكله كبرى، لان ممكن تكون كانت ارض في الصحراء وحد وضع يده عليها وخلاها بعد كده ارض زراعيه، فاجي احاسبه بانه سارق او بان لازم تدفع فلوس الارض الزراعيه، ولا اتصالح معاه افضل لانه في الاخر زرع لي؟ يا ريت حضرتك، يا ريت حضرتك كل المخالف يكون زارع. لو كانت كل المخالفات هي زراعه عباره عن زراعه احنا ما عندناش مخالفات. الارض الزراعيه تستطيع انك تحققي فيها الاستخدام الامثل اللي انت عايزاه وتغيريه، لكن حضرتك لا يمكن هتغيري في حته اتعملت مباني وهي زراعه. نعم. واخد بالك؟ يا ريت تكون كلها زراعيه، الزراعه على الاقل هتقلل فجوه الغذائيه والاستيراد والاستيراد اللي احنا بنستورده من بره، وهتقيم لي صناعات كتيره جدا جدا على الزراعه، وهتشغل لي ايد عامله كتيره جدا جدا على الصناعات اللي قايمه على الزراعه، يا ريت يكون كل الناس حولت على الزراعه، لكن هل في المياه كافيه لده؟ بنسبة كام وضع اليد أو واضع اليد قاموا بزراعة الأرض مش بأن هم عملوا عليها مشروعات سكنية؟ لا النسبة ضئيلة جدا، ويكفيني بس أن أنا أقول لحضرتك لو حضرتك مشيت في طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي هتبص هتلاقي على الجانبين فيلات وخلافه وكأننا بقينا جوه المدينة. النهاردة بكلم في غابات خرسانية موجودة، والأسوأ من هذا والأمر اللي احنا بنعاني منه دلوقتي الان ان بنلاقي منها في برك ميه وحمامات سباحه وحمامات كذا، كل ده على الميه الجوفيه. دي وضع يد ولا تغيير استخدام المنطقه دي؟ ما هو وضع يد وغير استخدامها من زراعه لسكن، مش ان هو كان واخدها على اساس انها تبقى زراعه وغير استخدام. اه بالتاكيد. لا هو واخدها على زراعه. طيب اه ده تغيير استخدام مش غير استخدام. وحط ايده وحط وبعدين هعمل فيها زراعة، وبعدين ما عملش زراعة عمل إسكان، وحط كمان ترفيهي كمان فوق الإسكان، وهي عبارة عن البرك الصناعية والبحيرات الصناعية وكل دي الثروات الموجودة. حضرتك النهاردة الدولة كان في مشروع تقريبا كان سنة 2009 أو 2010 كان بيناقش في وزارة الري، وكان بيحتاج مبالغ مليارات كبيرة جدا جدا عشان تصعد كمية المية اللي تم استخدامها استخدام جائر من وادي الفارق بس. طيب حضرتك شايف اجراءات الدوله في الوقت الحالي شق قدام اللجنه، يعني طيب حضرتك شايف اجراءات الدوله دلوقتي هتسفر عن ايه؟ الدوله النهارده تستطيع النهارده من خلال اللجنه اللي هي شكلتها، اللجنه فيها شق قانوني وشق قضائي، المفروض يكون فيها قرارات، وعندنا النهارده مجلس النواب موجود ويصدق على هذه القوانين بسرعه، ويتم محاسبه الناس اللي موجوده، ويتم استعواض ما تم فقده من ثروات الدولة. سواء بقى ان احنا قدرنا نجيب 50% 40% 30%، انا مش عايز اطرد استثمار من مصر ولا 50% ولا 40% ولا 30%، ولكن يتحط من دلوقتي منهج لما هو قادم. الأهم دلوقتي ان احنا نوقف بالظبط كده، اتفقت كده. وبعد كده نرجع نكمل. طب خليني اقول لحضرتك برضو ما قاله المهندس ابراهيم محلب، شدد على عدم المبالغه في التثمين حتى نسهل على الناس، واشار الى ان اللجنه ستراعي ان كثير ممن يتواجدون على اراضي الدوله الان تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا اراضي الوطن وباعوها لهم بحيل والاعيب مختلفه. قال كمان ليس منطقيا ان نحمل هؤلاء اعباء اكبر من طاقتهم، ولهذا سيسمح لهم بالتعامل معه الهيئة، ان يتم التعامل يعني مع الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلي والذي ستتولى الجهات القانونية في الدولة ملاحقته لاسترداد حق الشعب. ده من ضمن ما قالوا على أسلوب المعاملة. أستاذ حضرتك كمان ان احنا دلوقتي معانا الأستاذ أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير يا أستاذ. اهلا بحضرتك. دلوقتي بنتكلم على اللجنه هتعمل ايه في نقاط سريعه مركزه لاسترداد اراضي الدوله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لو بصينا للقرارات اللي اصدرها السيد رئيس الجمهوريه بانشاء هذه اللجنه وتشكيلها برئاسه المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القوميه والاستراتيجيه، قرار رقم 75 لسنه 2016 حدد بالظبط مهام هذه اللجنه، وهي ان احنا بنحفظ اراضي الدوله كامله، اراضي الدوله الموجوده على مساحه خاصه لها. رقم 2 بنستعيد او بنتخذ كل الاجراءات الكافيه
والكامله الكفيله باعاده هذه الاراضي وفقا للقوانين اللي بتنظمها قوانين اللي هيكتب عليها. رقم ثلاثة، مش بس نرجع الارض انما كمان نحميها، لان احنا نضع سيطره ويد الدوله على كل متر يتم استرجاعه حتى لا يعود الاعتداء عليه مره. طيب احنا لجنه، احنا عايزين نقف بعد النقطه الثانيه اللي حضرتك قلتها لنا، الاجراءات الكفيله لاستعاده هذه الاراضي. يعني مثلا طريق مصر اسكندريه، خلينا ناخده مثل، والكومباوندز المهوله اللي موجوده على الطريق ده وهي المفروض كانت اراضي زراعيه، هتستردوها ازاي؟ انا عايز استخدم لفظ قاله المهندس ابراهيم محلب رئيس هذه اللجنه، وهو فكره الدواء التركيب. هذه اللجنة ما هيش جاية تعقد الناس ولا جاية تاخد الأرض لمجرد إن دي فلوس تفتحها. أنا بتكلم عن حق الدولة يا أستاذ. هتعملوا إيه برضه يا فندم؟ كل حالة حضرتك يكون لها الحل الخاص بيها. وأنا اسمحي لي هقول لك كده، لو أرض بور، حد اعتدى على أرض بور وما زالت الأرض بور، هيتم استرداد هذه الأرض وسيطرة الدولة عليها. طب أستاذ حضرتك تاني يا أستاذ أحمد في السؤال، المناطق السكنية اللي موجودة على طريق مصر اسكندرية هتتاخد وتتهد يعني ولا ايه؟ قول لنا مثل. لا 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 لا، لن نهدم مبنى، لن نحرق، فايه اللي هيحصل؟ ولن نهد الزرع ولن نهدم منشأة، وانما هيتم انذار ملاك هذه الاراضي او البنات مش ملاك واضع اليد على هذه الاراضي، انذارهم مرة واثنين وثلاثة. انذارهم بايه؟ تعالوا وصوا اوضاعكم، قننوا اوضاعكم وادفعوا حق الدولة المقرر ده. اللي هيلتزم وهيجي اهلا وسهلا، باب اللجنة مفتوح ليه وباب الهيئات التابعة مفتوحة ليه. طيب ادفعوا حق الدولة. طيب استاذ حضرتك برضه عشان احنا وقتنا ضيق جدا، فادفعوا حق الدولة، الكلام ده هتقوله للساكنين في الداخل ولا المسؤول الرئيسي لان هو اللي باع للناس؟ لا هنتكلم، اولا المسؤول الرئيسي ده مش هيتساب، لانه في هو ارتكب جريمة هيحاسب عليها بالقانون امام المحاكم، وهيتم عمل قضايا لكل واحد اختصر على الارض الدولي. لكن في كمان ناس اصليين خدوا الارض باعوها واختفوا. انا هتعامل كمان، ودي ميزه من ميزات هذه اللجنه، ان احنا اللجنه هتتعامل مباشره مع اللي واضعين يدهم الان او الساكنين الان او المستحوذين الان. ما بقاش هيبقى محتاج ان هو يرجع للباعي الاصلي اللي اختصر ارضه. طيب ما هيجي حد يقول لحضرتك طب وانا ذنبي ايه؟ مش انا اللي عامل الجريمه على فكره. أو هل أولا إحنا بنتكلم عن أرض الدولة، هل هنسيبها ونطرد حق الدولة ولا بنقول له تعالى وفق أوضاعك وادفع الفارق اللي أنت هتحدده لجنة التسليم، وخد بقى، ودي الميزة، خد عقد قانوني بملكية هذه الأرض، محدش هيكلمك مرة تانية، هتبقى أرضك فعلا، محدش هيقرب ناحيتك ولا يفضل طول عمره مهدد. نعم. أنا هنا بتكلم على إيه؟ هو خد أرض باعها اشتراها من مين؟ وهل اتأكد إن هذه الأرض فعلاً أرض مملوكة للي باعها له ولا أرض مختصرة؟ هل رجع وتأكد؟ هو نفسه ما تأكدش من أوراقه، هي مشكلته كمان إن هو نفسه ما تأكدش من أوراقه. عموماً أستاذ أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، الحديث لا ينتهي لكن في الحقيقة وقتنا هو اللي انتهى. شكراً جزيلاً لحضرتك. كلمة سريعة وتعليق سريع جداً باشمهندس نبيل في نص دقيقة لو سمحت. أتمنى أن تكون أن يكون كل أفراد الشعب على قدر من المسؤولية وعلى قدر من الوعي، وإن أي إساءة لأي شيء تمتلكه الدولة فهو حقه هو. هو بيسيء لحقه هو، مش بيسيء لحتى حد آخر. رقم اتنين، أن تنتبه الدولة جيدا وخاصة اللجنة المشكلة بأنها تعمل منهج وقانون يحمي ما هو آتي. اللي لسه لم يتم الاعتداء عليه عايزين نحميه وعايزين نشوفه فين. نمرة التلاتة، مراعاة ما تم فقده من الدولة والفجوة اللي تمت إذا كانت زراعة ولا مية نتيجة الاستخدام الجائر لهذه الأراضي. نعم بإذن الله. مهندس نبيل عباس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة سابقا، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ونائب وزير الإسكان سابقا، شكرا جزيلا على حضورك. ومشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام اليوم في ساعة، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.